وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيعلم قلب المؤمن من تلاوته للقرآن أنه ما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه، فيثمر ذلك صلاحا في ذلك القلب بأن يقدم محبوب الله على محبوب نفسه، وهو يعلم علم اليقين أن تركه لهذا الأمر سيكون عنه عوض خير منه في الدنيا والآخرة. فألا ترى ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله سبحانه وتعالى؟ هم يحبون المكان الذي كانوا فيه، ويحبون أهليهم، ويحبون أموالهم، لكنهم تركوها وهاجروا لله سبحانه وتعالى فراراً بدينهم، فعوضهم الله عز وجل طمأنينة في قلوبهم وثباتاً على دينهم، حتى قيل لأحدهم من أحد الملوك: أتترك دين محمد وأعطيك نصف ملكي؟ وقد كان وقع أسيراً عند ذلك الملك. أتترك دين محمد وأعطيك نصف ملكي؟ فقال: اخسأ عدو الله، فوالذي نفسي بيده، لو أعطيتني ملكك وملك العرب وملك العجم وما في الأرض جميعها ما تركت دين محمد طرفة عين. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.